لي كونفيشن وربنا هيسالني انت عارف ان ده غلط ولا انت عارف ان ده مش عارف. طب عملت بس اي دونت هاف انسر. الستوري الاولى هتلاقوها في سكند صامويل شابتر 9 صامويل الثاني 9. بصوا كده قصة غريبة أوي. دي قصتنا احنا يا جماعة، قصتنا احنا. This is my story, your story. تعرفين اني when لما الشاول when Saul was killed ال كانوا عارفين اني الانمي بتاعه دي. هو ما كانش الانمي بتاعه ابدا، ان ديفيد جاله مور ذان تايم تو كيل هيم، ما رضيش. داوود ما كانش بيكره شاول، هو شاول كان بيكره. فلما شاول ويوناثان اتقتلوا الولاد التحتانيين خافوا، حسبوا خافوا. وطبعا الخدامين بتاعهم كان لهم دور في الموضوع ده، يعني the servants play role. قالوا لهم حاسبوا ديفيد والريفنج، انتوا فاكرين ان your father or your grandfather was willing to kill David all his life، اكيد ديفيد والريفنج. فواحد من الولاد دول كان اسمه مافيبوشس. وات مافيبوشس ديد بقى؟ ان السيرفنت كان بيبي، carried him quickly, snatched him from the palace، خدته بسرعة عشان to hide him. راح وقع الولد يظهر على his back، he fell down and he started to be a lame paralyzed، بقى أعجز. طبعا لازم تعرفوا ان Saul when he died هو Jonathan left a lot of fields و houses و monies. كان ملك، very rich king. طبعا السيرفنتس كانوا كاتشنج الماني ده، اكتبوا الكلمه دي، السيرفنتس كانوا كاتشنج. فكانت البنفيت بتاعتهم ايه؟ ان البوي ده يبقى ايه؟ ملك. لا يبقى ايه؟ عاجز، عاجز، عشان هما كاتشنج الماني والفيلز، عاجز، مش عايزين كده. افتكروا ان all the time الشيطان عايزني ابقى عاجز. devil want to be a paralyzed. ليه؟ لانه بيتصرف في حياتي، بيملك الارمي بتاعه، بيكبر. انا threatening to the devil. وتفتكروا ابونا ديفيد ولا ابونا جون مش threatening to the devil؟ threatening ولا لا؟ يخوف الشيطان ولا لا؟ مصلحة الشيطان يبقى هما الاثنين ايه؟ مصلحته يبقوا ايه؟ يبقوا disabled هما الاثنين. وده اللي عايز يعمله الشيطان. الشيطان بيخاف منكم جدا. عايز اقول لكم اولاد الله مرعبين الشيطان، مرعبين الشيطان. انا فاكر وانا صغير كده عندنا في سواق دير الانبا شكوية، وفي مره راهب جه يزورنا، كان راهب قديس، قديس قديس. راح قال لي ممكن تاخد لي الدرع مشروع؟ كان بابا يعني شويه غني، عنده عربيات وبتاع، فقال ممكن حد العربيه عندكم توديني الدير؟ فقلت لماما، قالت لي لا، انت عارف كانوا يخطفوا العيال الصغيرين زمان وبتاع ومش عارف. فماما قالت نو اي كانت، لا مش في المكان ده ومش في الوقت ده. قعدت اعيط، قالت لابونا بس ابونا hold him in your hand. ف I went، كان معانا درايفر، قالت الدرايفر لو حصل له حاجه هحكيلك. فرحت معاه مع ابونا ده المونستري بالليل حوالي الساعه 11 بالليل. صدقوني when the monk enter the church، عارفين زمان كانوا يجيبوا كل الناس اللي عندهم ديمونز واللي سيك بيبل يحطوهم في التشيرش، يعني اي واحد عنده ديمون وسيت ولا حاجه يدخلوه الكنيسه، يدخلوه الاولد تشيرش الانشنت تشيرش بتاعت سانت شتوت. أول ما دخل الراهب
راجل كراين سكريمينج ويز ذا ساوند اوف ا وومن. وبقى ابونا بقى راح طلع اويل وبدا يصلي لهم وبدا يسالهم قدامي. انا طبعا مسكت في ابونا كده يعني تريمبلينج بانيك ومسك فيه وقعد يقول له انت فيها؟ يقول انا فيها انا فلان. تكون واحده ست فيها واحد راجل، اصل كانت بتزور القبر القبور ودخلت فيها ولا كانت بتعمل ايه؟ وشفت الباور بتاع الشيطان ديفل فير. افتكر مش عايز اكمل خالص، الشيطان بيخاف جدا وبيعمل لك ايه؟ يخليك ايه؟ حاجتين بارلايزد، والحاجه الثانيه ايه؟ خدت الولد ده خبته فين؟ في اخر الدنيا بعيد عن الملك. وطبعا طول الوقت الخدام ده ولا الخدامه بتاعت الولد ده بتقول له ايه؟ حاسب الدين ديفيد وونت تو كيل بي كيرفول نو ون نوز ذات يو ار هير هايد يور سيلف. فالولد يا عيني بارلايزد ومرمي بعيد في حته اسمها لودا بار، حته اسمها نو باستور الاصل بتاعها يعني. وده الشيطان اللي بيعمله، ان الشيطان يصور لي ان الله بيكره الله زعلان مني. ما انت عملت كارثه، ما انت مؤر، ما انت مشاكل. الشيطان يقعد يصور لي كثير من ربنا. يا ما اولاد يقول لي انا بطلت الدنيا، بطلت الدنيا. لا يا سيدي، طبعا هو افريد يطلع اللي جوه قلبه انه خايف من ربنا، خايف من حاسب. هو احنا الكليرجي هم ثلاثه، انا هقول لكم اونست، لما الواحد فينا يبقى ضعيف وبتصلي قدام تبقى خايف ولا لا؟ اقول لهم يس اور نو، ابونا ديف تبقى خايف ولا لا؟ الواحد يرجع كده يقول له يا رب سامحني، يا رب معلش عديلي القداس النهارده عشان انا النهارده واقع. ده اللي بيعمله الشيطان، حاسب. خلى الولد ده بارلايزد وفار اواي نو ولا حد كيف ولا حد. مع انه ايه هو ايه؟ فاكرين ده ملك، ده سان اوف ذا برنس، سان اوف ذا كينج، سان اوف ذا كينج فيري بور بارلايزد فيرفول بانيك. بس بص بقى، ده الجريس اوف جاد، ده اللي انا بقول لكم عليه يا اولاد. ارجوكم بليف ان جاد لاف يو مور. ربنا عمره ما هيكرهك، عمره ما بيكرهك. هي نيفر هيت اس، ايذر وي ار جود اور باد هي لاف. طبعا هو براكتيكال الولد ده كان انمي اوف ديفيد. خلينا نقول التروس، انمي اوف ديفيد. ابوه جده ده قعد يجري ورا داوود 20 سنه عشان يقتله، المفروض يبقى انمي. كتير تقول لا لا بس السوري دي غيري انا، اصل انا زعلت ربنا، اصل انا اجيت قال له باد ستاف لربنا، اصل انا عارف نفسي. الشيطان يقول لنا كده براكتيكال، انت ايه؟ قول لي قول افتر مين يو ديد سين اور نوت اور نوت يو ديد ات ويلنجلي او يس يو ديد ات افتر وورنينج يس. يبقى انت ايه؟ انا انمي جاد. طب استنى اقولها تاني وراي، يو ار ايه؟ يبقى جاد يور ايه؟ God is my enemy. ربنا عدو، لازم طب ربنا لازم ايه ينتقم مني؟ تقعد الشيطان يقعد يقول لنا الكلام ده. انا بقول لكم احنا 60% of our life programmed by God. هقولها لكم من قلبي، بيعمل كده معايا. انا ما بوعظكمش، الكلام ده مش موجود في كتب بعض. انا بقول لكم اللي بيحصل معايا. يقعد يقول لي انت عملت ايه النهارده؟ اقول له حاسب، اوعى تقرب لربنا. وبعد شويه يقول لي حاسب من ربنا. طب ايه رايك العربيه هتنطبق النهارده؟ هيحصل لك مشكله ومش عارف بكره الشغل هيحصل لك ايه. ده الشغل بتاع الشيطان. خد الولد ده ايه وقال له اه يبقى ديفيد ايه يور انمي ولا؟ قال له اه يبقى داوود عدو فعلا. لازم امال ايه؟ لما الراجل جدي كان عايز يقتل داوود يبقى عدو، يبقى داوود عدو فعلا، يبقى داوود عايز يقتل لازم عايز يقتل. خدوا رماه بعيد وبقى ليفنج لايك ا دوج. عارفين دوج؟ الولد الملك عايش ايه؟ زي هو ده اللي عايز يعمله. ياما ناس ازورهم صدقوني، ياما ناس لما ازورهم الاقي جواهم دايموند، عارفين ده يعني قلبهم انمار مش ذهب. واحد يقول لي حبيبي ازاي انت بتعمل كده؟ يقول لي طب
صدقوني من غير ما اقول لكم اسماء، مره كنت في دبي من حوالي 15 years، وكان معايا خادم ولد حلو قوي بيحب ربنا، قال لي اسال على الفلان، واحد من البروفيشنال قوي، الغني قوي بروفيشنال يعني، قال لي روح زوره. قلت له ليه؟ قال لي ده كان خادم في كنيسه كبيره في اسكندريه. طب وبعدين؟ قال راح غير اسمه، عطى اسم اجنبي لنفسه وساب الكنيسه. ايه؟ ساب الكنيسه. تعالى معايا نروح نزور. ورحت ازور. صدقوني قابلت ملاك. حصل ايه؟ حصل مشكله مع الكنيسه، مشكله في حياته الروحيه، حاجه خايبه كده حصلت. راح قرر انه يسيب الكنيسه وغير اسمه وقال لهم ما حدش يسال عليا، انا مش قبطي ولا لي دعوه بالكنيسه. I'm no more Catholic. I hate God و God hate me وانا مش عايز. وقعدت I beg. طب وانا قاعد قلت له طب وانا I'm here في دبي. Come. ساعتها بصلي كل القداس. Come pray with me. ليه 20 years من زمان انا مش عايز ابقى وعايز يكون في الاخر. قال لي كده يعني بطريقه كده هيدنج كده ان جاد دازنت وونت، حتى ربنا مش عايز اروح اعمل. قلت له انا جاي لك حبيبي باسم ربنا. وجه وابتدى يتوب. الولد ده احلى خادم في الكنيسه دلوقتي، ملاك الكنيسه. وقاعد اقول شوف الشيطان بيعمل ايه، اللي ايفيدنس شيطان سي وورد وايفيدنس النت ريزلت ايكوال. اقول اكيد ربنا زعل، اكيد جاد وونت ريفنج، اكيد جاد ويل جادج. وانا عايز اقول لكم احنا بنعملها طول الوقت. تلاقي في اسبوع من الاسابيع ما رحتش الكنيسه، تسال نفسك ليه؟ خلينا نتكلم بجد، هل انتوا بتروحوا كل اسبوع؟ بتيجي اسابيع دروبت ولا لا؟ تبقوا خايفين تروحوا الكنيسه وتبقى يعني جواك تقول يعني ربنا انا خايف ربنا مش عارف ربنا هيعمل معايا. الولد ده كان كده. بصوا بقى الستارت بتاع الستوري غريب قوي. بصوا كده، بصوا الستارت ايه. صح كده مش صح كده. صمويل الثاني 9 بص الستارت بتاع الستوري. حد يقرا لنا كده عدد واحد 9 اول عدد. وقال داود هل يوجد بعد احد قد بقف من بيت شاول فاصنع معه معروفا من اجل يعني مشاعر الله ايه؟ وانت ذا فين الاوبجار؟ ريفينج مش كده؟ تبكلها مش كده؟ ده مش كده؟ وات ذا فيلينج اوف جاد؟ ايه ما شاء الله يقتله؟ مسموع معروف بالظبط. شوفوا قلب ربنا ايه؟ قلب الشيطان قايل لي انه ايه؟ شوف هاي يور سيلف يو ونت كيل يو ونت ريفينج. حازم ابعد عن ربنا، ربنا هيتقي منك، ربنا هياخد حقه منك. واقعد عايش في الزن ده، انا خايف من ربنا. ياما ناس تقول لي صدقوني ثاوزند اوف بيبل يقول لي I'm fearing from God. أقول له ليه حبيبي؟ أنا بص هي دي حاجة بيني وبين ربنا. طب أنا يبقى مش قادر يفتح قلبه. وأقول له إيه يعني؟ عملت أوحش خطية في العالم. هل معنى أنت عملت أوحش خطية؟ إن ربنا عايز يتغير مني. أدي قلب ربنا. طب ما هو ده ديفيد اللي كان هيقتله جده. هو نفس داوود مش كده؟ مش جد الولد ده كان عايز يقتل داوود ده؟ قلب داوود إيه؟ أريد أن أصنع معروف يا ربي. معقولة؟ I want to do something good for him. دوروا لي كده. قعدوا يدوروا لقوا الولد سيبا ده. سيبا ده اسمه مصيبة. عارفين اسمه إيه؟ اسمه مستر مصيبة. سيبا ده جه قال له إيه؟ قال له في حد بصوا كده عايزكم عايز حد سمارت
كلكم سمارت طبعا، اوفر سمارت يعني. بصوا كده، حد يقرا لنا عدد ثلاثة كده على مهله، فيرس 3، ريد سلولي كده، شوف اللانجوج بتاعك. حد يقرا لنا. وقال الملك: ألا يوجد بعد أحد لبيت شاوي أصنع معه إحسان وفرح؟ فقال سيبا للملك: بعد ابن يوناثان أعرج الرجلين. إيه رأيكم في الرد ده؟ What do you think about the answer of this مصيبة؟ What do you think about the answer؟ إيه؟ لما تيجي أقول لك إيه من هنا؟ تعالى كمان. ايه رايكم في الانسر؟ طب انا كان بيقول حاجه بالظبط، شايفين الانسر بتاعته ايه؟ حتى ما قالش اسمه، he didn't mention his name، قال له ايه؟ اعرف ايه الزباله اللي انت بتسال عنها؟ شوف الشيطان بيقول له ده الولد اللي eating from the money of the boy of the king. بيقول له في ولد لجوناثان ولا كل شيء حتى شوف الشيطان بيعمل ايه. قال له there is a paralyzed boy. ليه بوي؟ تعمل بيه ايه؟ What do you want with him؟ فالملك بصوا بقى ربنا عمل ايه؟ كان ممكن يبقى الستوري الاند هنا، يقول خلاص ده انا paralyzed هعمل ايه؟ هيبقى بردن عليا. بصوا الستوري بتاعت ربنا عمل ايه؟ What he said after that. God, what he said. Where he is. أين هو؟ يا ربي. قلت لك أعرف أين هو. قلت لك معوق أين هو. قلت لك ده ولد واحد ضايع. أين هو؟ أنا عندي. I want him. قال له هو في مكير. مكير دي يعني معناها صوت. يعني ضايع يعني. له ده بار دي نو فاسو، حته جعان. فيرس 5، راح عمل ايه الملك؟ الملك بعد، بصوا انا عايزكم، انا فاكر عملنا تمثيليه للقصه دي، تمثيليه. تصوروا لما الولد ده سمع صوت هورس جاي، خيل جاي. هيبعت واحدة لاثنين، تبعت ارمي من عنده يجيب الولد ده. فالولد وهو كده قاعد لقى نويز ولقى داست كده، ايه ده؟ قالوا له ايه؟ قالوا له ديليجيت فروم ذا كينج. قالوا له دي مجموعه جايه من الملك. وات واز هيز فيلينج؟ خايف جدا طبعا. مات مش خايف. بص ازاي؟ ده اللي بيعمله الشيطان ليا. يجي ابونا حبيبي يقول لي حبيبي تعالى الكنيسه. لا مش هروح. حبيبي انت ليك مره ما تجيش. حبيبي انت ليك مره ما تتناولش. لا لا ارجوك انا مش عايز اروح. لا انا حاضر حاجه وانا عارف انا مش هروح. طب افريد بانيك. اول ما سمع الديليجيتس بتوع ديفيد جايين حصل له ايه؟ مش عايز اروح، خلوني هنا. وقعد يعيط ومسك طبعا في سيبا يقول له سيبا ارجوك سيبني سيبني اي دونت ونت تو جو. انا مش عايز، انا ما عملتش حاجه وحشه. انا ايفن ايفن ماي جراند فازر عمل ايه؟ ما عملتش. واحنا بنعمل كده خايف مش عايز اقابله ومش عايز اروح الكنيسه وخايف اني جاد تو جادج مي ام افريد مش عايز. وبعدين نمبر لازم قالوا له ايه؟ قال لهم مش عايز اروح ارجوكم انا تعبان انا عيان انت ده اللي ما احنا بنقول على انا تعبان مش عايز اروح الكنيسه. راحوا شالوه بالعافيه وخدوه الدوات. قول ده وين كان الولد ده بيفكر؟ طبعا ده مشوار، ده مش حصل في 1 اور ولا 2 اور، يمكن 1 نايت او مور ذان 1 نايت.
طول الطريق كان بيعمل ايه؟ عمال يفكر اقول ايه داود عشان ما يقتلنيش، وازاي تكونفنس ان اديت ناصر ذيس نوت ماي ميستيك، واحنا بنعمل كده يبقى ربنا بيحبنا ومستنينا، وانا عمال احفظ كلام اقول ايه لربنا؟ ايه اكسكيوز تو ماي سيلف؟ ايه اكسكيوز انا بعمل كده؟ واقعد ادور اقول اصل انا ماليش ذنب، اصل مش انا يا رب، اصل ربنا مش عارف. انا ما بفكرش كده خالص. افتكر يا ولاد انا بقول لكم كده وانتم بتعملوا عكس كده. اي بروميس يو ان احنا بنسمع انا خايف انا خايف اتناول انا خايف اخدم انا خايف ابقى نشيط في الكنيسه. واول ما اقول ابقى نشيط ولا خادم يفكرني ان الله هو ايه؟ عدو. That is my enemy. He will revenge. I am afraid to take any action. I'm afraid to come near. الولد يعني طول الطريق بيعيط مش عايز. بصوا فيرس 6 بقى عمل ايه؟ عمل ايه فيرس 6؟ بص عمل ايه؟ شوفوا من الرعب عمل ايه؟ بص رد الله ايه؟ رد ديفيد ايه؟ بص شاطر قال له ايه؟ ده رد ربنا. لما ديفيد بص على وش الولد لقى بانيك وفير ودازنت ونت تو كام وهيز وورد قال له حبيبي هو اللي ربنا خايف لا تخاف. دي كلمه ربنا احفظه طول الوقت. الشيطان يقول لك دونت جو، افتكر ربنا بيقول لك كم دونت جو ما تخافش انا مستنيك انا بحبك انا بحبك. شوف داود قال له ايه؟ قال له ما تخافش انا هعمل ايه؟ هعمل معروف معاك. ما اعرفش معروف يعني وات ذا مينينج اوف معروف في الانجلش وات ذا وورد الانجلش فيفر او ميك فيفر. وبعدين انت اي ويل وبعدين ارد لك كل الغنى بتاعك او ريستور يو اور ذا ريتشنس. بصوا الولد بيفكر ديفيد والكلهم وعمال يفكر هيدي والكلمه ازاي باي سورد ولا يحطني في البريزون ولا كيب مي هانجري اكيد هيموتني. وعمال الولد يعني اول ذا واي عمال يفكر هاو ديفيد والكلهم ازاي داود هيكتب. لا داود بيقول له ايه؟ واحد كتير واحد يقول لي طب معقوله لما قابل ربنا سيدنا مش هيسالني انا عملت ايه؟ طب ليه داود ما سالنيش؟ ودي انت اصلا ليه؟ قال له بص يا حبيبي انا مش هموتك لكن tell me one reason that your grandfather want to kill me. مش ده المفروض؟ يعني كل واحد لو احنا كتبنا الستوري دي هنقول ايه؟ give me يا حبيبي one reason why your grandfather want to kill me. انا مش قلت ولا او نوت ريفنج بس انت قول لي ليه كان جدك حد موجود؟ مش حاجه. وده اللي بيعمله ربنا. هي نيفر قالت له انا معايا ست ازواج. قالت له did he tell her? did even he tell her you should repent? ما قالهاش خالص. راحت دخلت في الريليجن دخل معاها في الريليجن ودخلت في الورشيب دخل معاها في الورشيب. وامتى هنسجد وبتاع وقالت له انت قالت له عايزه المساء لا انا المساء. Never God worry about the past. God worry for my eternal life for future. افتكروا كده ربنا ما بيشفي الماضي. ربنا بيشفي الماضي بيشفي الحاضر. ربنا عايز يمسكني من ايدي كده ويدخل معايا مستقبل مختلف. مستقبل في مجد. ايه نفش الموت والقبور هيفيد ربنا في ايه؟ في ناس فاكرين ان ده بيفرح ربنا، فرح ربنا يعمل ايه؟ ده قرف. ده قرف. يفتحوا ليه ربنا؟ ما بحبش يفتحوا. قال له بص I will do favor for you. I will reward you. And from now بصوا كده you will eat over my head. من دلوقتي الولد all the way بيفكر how David would kill him. وديفيد all the فكر وفكر الشيطان
بين احنا وفكر الشيطان وفكر الله. فكر الله ازاي يباركني طول الوقت، ازاي يغفر، ازاي يديني حياه ابديه، ازاي يخليني احسن واحد. وفكر انا اصلا عملت ايه، واصلا انا مقصر في ايه، واصل احنا اصل يا سيدنا ما نقدرش نجيب، اصل يا سيدنا ما تعرفش عملنا ايه. يا حبيبي ربنا ما بيمسكش ميستيكس، ربنا بيشفي. يا جماعه معنى كلمه مخلص او سيفير ايه؟ هيلر، هيلز مش جادج. ده اول مره قالوا له، قال لهم ام نوت جادج، ام نوت جادجينج، ام كامينج تو هيل. افتكروا كده، ربنا بيفكر طول الوقت يقول افكاري عنكم افكار بركه مش لعنه، سلام مش شر. افتكروا كده، جاد ثينك اباوت اس فور بليسنج فور بيلدينج. ما بيفكرش هي نيفر ثينك هاو تو ريفنج. احنا عندنا مشكله اني كومبير ماي سيلف ويز جاد. ابونا زعلني قاعد افكر ازاي اخد حقي من ربنا، لا هاخد حقي من ليه عايز اخد حقي من ابونا؟ لان السيلف ستيم بتاعي ابونا لما جرحني السيلف ستيم بتاعي عمل ايه؟ وطي. فاقول لا وانا عبيط، ويقول لي كده قدام ويعمل لا هاخد حقي من ربنا عشان ارفع، ابقى حاسس ان انا رفعت. الله ما عندوش القصه دي. God has no self، ما عندهوش ذات، ما يموش. عشان كده ده المشكله، ان في وقت الغضب بيذكر الرحمه. يعني the time of anger of judgment he remember mercy. يقابل الست اللي معاها سكس هازبند دي يقول لها بصي انت معاكي ايه؟ ست انا معايا جايب لك عطيه الله. gift of God. gift of God ايه؟ ده انا قرف. gift of God بس انا ما بفكرش، انا عايز اخليكي احلى بنت. طب وات اباوت سكس هازبند؟ اي ويل هيل يو او تشينج يو، اي دونت هاف بروبلم. سيبوا لي ست ازواج دول انا هتعامل معاهم، بس تعالي معايا وهخليكي خدمه. ايه رايك؟ تصوروا لو انا كبريتشر رحت قابلت الست دي وقلت لها بصي او تشينج يو تو ميك يو ا سيرفنت اوف جاد، هتعمل ايه؟ تضربني بالقلم. مش هتصدق يا كريم، هتديني بالقلم تقول لي غرفه داهيه انا مش عايزاها، انا في سكس هازبند بيتر دلوقتي غرفه داهيه مش عايزاها، يلا خدوا هاي مش عايزاها. لكن جيسوس خدها كده ايه ده؟ ايه ده؟ نيفر اوبن ذا باست اند كلير ذا باست وغيرها تبقى ايه؟ قال له انا عام قاعد اعمل فيفر معاك. قال له انا مش سامع كويس. You want revenge؟ قال لي لا قول لي تاني، اصل انا لا ارجي كير اي هير رودري وات يو وونت. قال له اي وونت تو ميك فيفر. الولد قاعد يقول ام اويكن ولا ده دريم ولا رياليتي فيفر. قال له ده انا ليا 20 years ولا 30 years living in the fear of death. قال له انا ليا 30 years searching for you to make favor. ربنا بيقابلنا يقول لي يا حبيبي انا كل السنين فاتت بجري وراك عشان ابدا. بقول له ده انا طول السنين فاتت بجري منك عشان خايف منك. يقول لي انا خايف منك، هعمل معروف معاك وهرد لك الحقوق ومن دلوقتي هتاكل على كده. عشان كده انا عايز اقول لكم الاسبوع الجاي عايز اقول لكم موضوع من الكي ووردز بتاع جيسوس، اني اي ام ذا بريد اوف لايف. هو مش بريد يعني اصلا ام ساتسفاكشن اوف لايف، الفود اوف لايف اصلا. ده الاسبوع الجاي اظن، الاسبوع الجاي انا الطريق يبقى اللي بعده انا خبز الحياه يعني يبقى اللي قبل اللي فات. المهم ف يسوع عايز يبقى دايما النورشمنت بتاعي اصلا اللي يغذيني انا، التغذيه بتاعتي. انت عارفين كلمه لما 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 قال لابراهيم قال له ايام قال له انا ايام ذا شداي، لما قال له انا الله قدير سر امامي يكون كامل. هو مش الله قدير اصلا شداي. يعني ايه شداي؟ هي نفس الكلمه دي بتاعت بريد اوف لايف، اصلها بريست. الاوريجينال وورد بريست اللي هو فيدنج، يعني الكلمه يعني ربنا عايز يقول لي انا اللي هغذيك، انا اللي هقويك، انا اللي هكبرك. شوفوا كده لما يبقى بيبي عندنا ياخد من البريست بتاع الماء
المذر يكبر يبقى فيري هيلثي. كان طبعا زمان كان ما كانش فيه ارتفيشال ميلك، كان الاونلي ميلك اللي هو البريست بتاع المذر. عشان كده ربنا كان بيستخدم الصوره دي ان انا الخبز هتاكل معايا هتشبع مني خليك معايا عمي. دونت فير دونت بي اويل. انت بتبعد ليه؟ ما انت جعان. اه بص هو عايش في الدبار ده نو فول نو باستو، عايش في المجاعه. انت ليه عايش في المجاعه؟ وانا شايل لك احلى خبز وشايل لك احلى حياه. لازم يا جماعه نغير فكرنا، لازم ما نسمعش للشيطان. ليه انا بقول لكم قرايه كلمه ربنا مهمه جدا؟ عشان تخسر قلبك. سان بيتر يقول ات ووش الكونزوار، ان الكلمه بتخسر. اقول ياه معقوله ربنا عايز يعمل معايا كده؟ اه امال انا ليه انا بعمل كده؟ طب ليه انا خايف؟ طب ليه انا بهرب من الكنيسه؟ طب ليه انا مش عايز اتنام؟ طب ليه انا مش عايز اخدم؟ عشان بصدق الكلام بتاع الشيطان. لكن لما بقرا كلمه ربنا يا جماعه when I read the story the promises of the Lord it changes my mind. معقول اه ربنا عايزني مش تو ريفرش، امال ايه؟ تو ريورد تو سترينسن تو انكارج. قال له من دلوقتي هتاكل على المائده بتاعتي دايما. كمان كلمه دايما all the time not once. ربنا عايزني كده يحطني في حضنه ويشبعني طول الوقت. دي ستوري بصراحه. انا عايز ادخلكم في ستوري ثانيه. انا عارف ان بيهايند تايم. تعالوا كده برضه في صامويل. صامويل حاجه تبع داوود. حاجه ثانيه مهمه قوي لازم نعرف دي. انا قلت لكم ده البروجرام بتاع الشيطان اللي عايز يخوفني من ربنا. تعالوا نشوف البروجرام بتاع ربنا بقى. بصوا كده بسرعة. طلعوا كده فرس صامويل. صامويل الأول 30 عدد صح 18. صامويل الأول 18. صامويل الأول 18 بسرعة. هقولها لكم شورت. حد يقرا لنا كده القصة دي صامويل الأول 18 عدد واحد. وكان لما خرج من الكلام مع شاول أن نفس يوناثان تعلقت بنفس داوود وأحبه يوناثان كنفسه. افتكر كان يوناثان إيه ساعتها؟ جوناثان كان إيه؟ كان الملك. وداوود كان ايه؟ وات ووز ذيم؟ كان بيشتغل ايه؟ كان ايه؟ راعي. يعني ايه؟ شفر. طيب لما انا عارف شفر. يا سلام حليت المشكله طبعا. تلبيسات كويس. راعي يعني ايه؟ يعني حاجه بتعريفها. كان احقر شغله يشتغلها واحد يبقى راعي. حاجه بيز اوف ذا كوميونتي. ده الكينج وده ايه؟ حاجه بتعريفك. ابن الكينج. يوناثان ابن الكينج. يا ربنا معاك. معلش. اتفضل. المهم ان البرنس او الكينج لاف ديف ليه طيب؟ لا حبه ليه؟ ده الملك وده بواب. يحبه ليه؟ واي؟ ادوني ريزون. ليه يا يسوع يحب الناس كده؟ تقول لي سيدنا بس استنى انا مصدق كلامك كلامك حلو قوي. ليه يا يسوع يحبني وانا بعمل حاجات وحشه كتير والله؟ اديني سبب واحد. يعني يحب ابونا ديفيد ابونا جون دول بيحبوا حلوين وبتاع، يحبني انا ليه؟ مش كان ممكن داوود يسال السؤال ده؟ هو عشان ربنا بيحب كل سنه. ربنا الكلام ده يعني احنا اتعودنا يا مستر كريم ان بنحب كويس، وطول عمرنا نعلم في الكنيسه يا ولد خليك كويس عشان ربنا يحبك. لما هتبقى شقي ووحش ربنا مش هيحبك. مش هتغير انت مش كلمه هتقولها لي هتغير الحقيقه. احنا اتعودنا. ليه ربنا يحبنا؟ مشكله يا جماعه. ما بقول لكم ده كلام الشيطان. يقول لي يحبك ليه؟ انت بتحبه؟ اقول له لا. بتخدمه؟ لا. انت كويس؟ لا. بتحبك ليه يا عمي؟ هنا ايه؟ حبه كنفسه كمان. ليه؟
الله في قلبه حب. الله بيتعامل معانا مش انا ايه عشان يحبني، مش how worthy to love me، لا ما قالوش ربنا كده. How he is worthy. How he has love to love me. هو عنده abundant love. من الحب الفائض عنده بيحب. وتقول له بتحبني ليه؟ يقول لك عشان عايز احبك. انت مالك؟ انا مش ما فيش كونديشن. افتكروا يا جماعه when I say ليه بدخل في كونديشن، بطلع outside the area of grace of God. هقولها لكم 1000 مره. لما نقول نعمة ربنا اوعى تسأل ليه، لان ما فيهاش ليه. نعمة ربنا دي اخد محفظتي كل كريدت كارد كده وامشي في الشارع اغمض عيني اقول واحد يقابلني اقول له خد كده، يقول لي فيها، يقول له فيها فلوس، يقول ايه؟ اقول له فيها كريدت كارد. طب ليه؟ اقول له دي هدية مني. نعمة يعني هدية. طب ليه؟ عايز حاجة مني؟ لا مش عايز. ويبقى خايف ياخدها مني. واقول له انا مش عايز، انا بديها لك نعمة. كل اللي فيها بالكريدت كارد حسابات البنك هدية. ايه دي نعمة؟ الله طول الوقت بيقابلنا عشان يدينا، عشان to love us. Don't ask why. لما تقول a why يبقى انت كانسل تلبسك. ما فيهاش ليه. بيحبني ليه؟ عشان هو في حب. احنا مشكلتنا ان اول ما اتعامل مع ربنا ابص لنفسي ليه بيعمل اكيد انا كويس. لا، ربنا لما بيحبني ما بيبصش لنفسي، انت بيبص لنفسه. احفظوها صمت. الله لما بيحبنا ما بيبصش ليا لكن بيبص لنفسه. وما ما فيش ريزون تخليه لافاس الا وان ريزون، هو هي از فول اوف لاف وي اجري اباوت ذات. عشان كده اتعلقت بيه، حبه. ليه؟ ما اعرفش، عشان هو فيه حب. وبعدين خلاه في القصر، اطال اوضه في القصر. تصوروا الراعي ده كان ديفيد ليف الشفر. ليف يعني ايه؟ في الديزرت. يعني بينام ازاي؟ بياكل ايه؟ هاو يليف ان ذا ديزرت. بيعمل ايه؟ بينام على ايه؟ على تراب، على حجر. هاو ايت الدودو ده؟ هياكل ايه ده قاعد في الصحراء؟ هو يعني كان بيبعت ايه مثلا؟ قاعد بياكل عين الدود ولا مش عارف ايه والصراصير والفران والكلام ده. في يوم لقى نفسه فين؟ ان ذا بالاس. وسليبنج اون ايه؟ لقى البيت حرير. يا ربي تصور هو لابس اللبس بتاعه ده ايه؟ كله ايه؟ واتس الدريس هوز؟ الدريس بتاعه كان ايه؟ الدريس كان بتاع ايه؟ داستي تبنى على الارض. تصوره كده خايف ينام على السرير. هو ذا فريد تسليب اون ذا بيت. ليه؟ لو نام على السرير الحرير هيعملوا ايه؟ هيعمل ايه للسرير؟ هبهدله، هبقى كله تراب. يقعد يقول انام لا ما نامش. طب بس الملك قال لي انام على السرير يا حبيبي، هتخليه وسخ. ما انت جسمك الهدمه اللي انت لابسها دي بتنام بيها على التراب وعلى البتاع دي كلها تراب. ياخدني كده من بعيد لافني ويقول لي هدخلك البلد بتاعي. I promise you, I swear no one of you believe what I'm saying. بيصدقوش ولا بعد المؤتمر ولا بعد 10 مؤتمرات. والراجل ده شايف هقعد اقول الكلام ده لغايه بكره وبعدين تقولوا بس انا وحش ربنا مش عامل معايا. انا بقول لكم الكلام طبعا كريم هيقول لي كده بعد لا 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 بس المهم. وبعدين بص كده، وبعدين فيرس 4 بقى عمل حاجه غريبه قوي. عمل ايه فيرس 4؟ حد يقرا لنا كده بعد اربعه عمل مع ايه؟ داود لابس ايه؟ الهدمة بتاع داود كان لابس ايه؟ الدريس بتاع ديفيد تربية دست، حاجة مقطعة كده دست ملاش كلر، من التراب، من الدست والتراب والشمس وكلام دست. راح قال له take this off. What? Take this off. طب قعد نكد؟ لا راح قال خد بقى الرويال بقى الحاجات دي السن الملوك ساعتها لما تروح تشاينا ولا تروح تشوفوا الحاجه
الحاجات الأصول القديمة بتاعت الملوك دي، الدريس لما تروحوا مثلا لندن تشوفوا الميوزيوم في لندن بتاع الكينجز والبرنسز، الدريس بتاعتهم يا ربي أميزنج. خد الدريس ده وقال له البس ده، قال له تخيل ديفيد أفريد ويرت ليه؟ هيوسخه وجسمه دست. عمري ما شفت الكلام ده في بيتنا، عمري ما شفت ان ذا لايف. قال له نو ذيس از يورز. وبعدين قال له خد السولد، السولد بقى جولد معمول بالدايموند. قال له خد السيف يا عم. قال له ده، قال له ده، قال له ايه؟ قال له ده ماي ذات ذا فيري اكسبنسيف. طب هاو ماتش يو ونت؟ قال له فري. مش عايز حاجه، خد ده. واعطاله بقى الرؤيه الماجستيك دريس، كل اللبس بتاعه حطه له وقال له خده ده. واي واي؟ قال له ليه بتجيبه؟ كانت الانسر ليه؟ واي جيبه؟ قال له ليه بتجيبه؟ قال له ايه؟ تعملوا ايه؟ طب ديرس كونديشن؟ قالوا نو كونديشن. هتعيش في القصر نفس قصه داوود بعدين، هتعيش في القصر وهتلبس لبس الملوك جيفت فروم مي. وافتكروا ده اللي بيعمله ربنا معانا دلوقتي. لما اقول له يا رب انا ضعيف يقول لي هدي لك نيو دريس، لما اقول له ماي هارت باد يقول لي هدي لك نيو هارت، لما اقول له ماي مايند از نوت كلين يقول لي انا عندي بيست مايند، يقعد ربنا يقول لي عندي احسن حاجه. تعالى نعمل ريبليسمنت، نعمل ريبليسمنت. ايه الريبليسمنت؟ ياخد كل حاجه وحشه فينا ويدينا كل حاجه حلوه. ودايما نسال ليه؟ طب ليه عايز تعمل كده؟ ليه عايز تعمل كده؟ يقول ايه؟ عشان احنا كويسين ولا احنا وحشين؟ يقول انا بعمل كده عشان انا بحبك. مفيش اي تمن ولا اي كونديشن، مفيش حاجه هو بيعمل كده. بس افتكروا ان الله عايز يعمل كده every single day. تصوروا كل يوم ربنا عايز ياخد كل حاجه وحشه معايا ويديني كل حاجه كويسه. بس اجينا احنا we don't believe that. We don't believe that every single day God won't take. ليه؟ لا كده فوق كده. God so loves the world, so loves you that he won't take. مفيش اي reason for that. Not worthless. مفيش ان انا اصلا صليت الصبح انا ما صليتش، اصلا انا توبت وانا ما توبتش. ربنا معلش انا. I promise God give everything for free. Out of love. Out of love and his heart. تصوروا بقى، تخيلوا معايا ان ديفيد بقى طلع بره القصر واخواته his father waiting for him، ولقوا الشيب بتاع ديفيد ايه بقى؟ لقوا شكل داوود طالع من القصر ملك. شكله ملك. كل واحد يقول ده مين ده؟ يس يقول ده مين ده؟ يقولوا ده ابنك. ده ابني مش ملك، ده ملك. ده ابنك يا عبيط. ابني؟ لا لا لا، ابني ما بيلبسش كده. انا عارف ابني، ابني داستي ولابس كده حاجه بتعريفة وكل حاجه فيه كده داستي، كل حاجه ملخبطه. الله عايز يعمل كده every single day. ربنا عايز يلبسني كل حاجه جديده، كل حاجه حلوه. بس we don't believe that. عارفين اللي بيحصل ايه؟ هقول لكم اللي بيحصل. يجيبني كده ويقول لي انا حبيتك، اقول له طب متشكر يا رب، انا عارفك انت حنين. طيب يقول لي ممكن تلبس ده؟ لا يا رب انا بنوت ورث. لا لا ما اقدرش يا حبيبي البس. لا 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 انا عارف، بس انا خلاص انا عملت حاجه وحشه. لا ما ينفعش. لا او نوت. طب تقعد بايه؟ طب عايز تعمل ايه؟ اقعد طول عمري بايه؟ بالدريس بتاع السليبس، طول عمري لابس سياف ايه؟ مش
نظيفة ملخبطة. وبعدين المشكلة ان احنا بنبقى the worst وبليم جاد. صوره واقول انا ليه ربنا سايبني؟ ربنا يقول لي انا سايبني، انا كل يوم بجيب لك best dress, best life, best heart. انت مش عايزها اقول كده امولي، بس انت اللي مش عايز. طب ليه مش عايزين؟ ايه رايكم ليه مش عايزين؟ ليش مصدقين؟ دي مشكله. ليه مش مصدقين؟ عشان الشيطان يتسلط على ده يقول لي انت هتاخد ايه؟ انت مش عارف عملت ايه ده؟ انت مش عارف ما عملتش ايه النهارده؟ اقول اه ما اعرف. لا تعبيط؟ في حد يسال على كده؟ اه ديفيد عشان 60% of our life is inspired by David. We don't want to take gifts of God. We don't want to be enriched. We don't want to be healed. ونيجي في الآخر أقول why am we, why am down. ربنا يقول لي أنت داون وضعيف وخيبان. عارف ليه؟ مش عشان أنا مش عارف، عشان أنت خيبان، عشان أنت بتسمع للشيطان، عشان أنت مش مصدق إنك ابني، أنت مش مصدق أنا عايز أعملك أحلى ولد. أنت عبيط تسمع كلام الشيطان. لازم نغير. عشان كده يقول تغيروا عن شكلكم بتجديد الفكر. لازم تشينج، لازم ناخد البايبل ده برومسز بانلايتن. اقعد اقول له يا رب كلمني، اقعد اقرا في الانجيل واقول له خليني اصدق ده، وامسك الانجيل واقول له يا رب انت قلت ده، انت وعدتني بده، انا عايز ده. يجي الشيطان يقول لي مش بتاعك، اقول لا ده بتاعي. الشيطان يقول لي ده مش ليك، لا ده ليا. طب ليه ليك؟ عشان حب ربنا. انت كويس؟ لا انا مش كويس، انا عارف انا مش كويس، وعارف وحش، وعارف انا ملخبط الدنيا. امال ليه عايزه؟ عشان يسوع حبني، عشان الله عايز يدي لي الكفر. ونقعد طول عمرنا يا جماعه منورين حلوين، ناكل على مائده الملك، مش لان احنا حلوين، لكن لان الله بيغطينا طول الوقت بغناء وبركات. والناس حوالينا تقول بص وشو منور ازاي، بص حلوين ليه، ويقولوا لنا انت حلوين ليه تعمل كده. الذي احبني وما يعني يقول كده في الديسكورس، يقول انا، يقول في افسس 2 انا كنت وحش وعملت وعملت وعملت. يقول كده طلع كده افسس 2. حد يقرا لنا بسرعه عشان ابتدي هنا اديكم شويه تريس عشان تكملوا مع ابونا الكون شقه معاكم شويه. طلعوا افيشال 2 افسس 2 حد يقرا لنا بسرعه عشان ننتهي هنا ناخد كده صلاه شويه. حد يرن افسس 2 علي صوتك يا شاشة وأنتم أمواتا للذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات. Efficient 2 from verse 1 يا بنات كله بالظبط. اللي هنا باين ايه؟ انا متهبب بهباب لان الشيطان بيتحكم في حياتي. شورتلي كده. اقول ذا ورست عشان الديفل كنترولينج ماي لايف. وبعدين الذين نحن ايضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والافكار وكنا بالطبيعه ابناء الغضب والبقاء. ايه النت ريزلت؟ ايه النتيجه؟ كنا ايه؟ كنا ابناء الغضب. المتوقع ايه؟ غضب ربنا. عملنا وسايب الشيطان بيخرب حياتي، المفروض ايه؟ يبقى ايه؟ المفروض يبقى اللي هيحصل ايه؟ غضب ربنا. وبعدين في بقى كلمه ناقصه في العربي، خلي حد يقرا لنا الانجليزي بقى. فيرس 4 انجلش. قولي تاني. ذا ورد بط ناقصه. لكن الله
المفروض كده ابن غضب، لكن ربنا ما مرضيش. لكن الله عمل ايه؟ كملي يا ساديه. لكن الله الذي هو غني بالرحمه من اجل محبته الكثيره التي احبنا بها. مش شرحنا كويسين عشان حاجتين، غني غني بالرحمه هي very rich in mercy، كمان is love amazing love. عمل ايه؟ ونحن احبنا من اجل محبته الكثيره التي احبنا بها، ونحن اموات بالخطايا احيانا عن بالنعمه التي بالنعمه انتم مخلصون، واقامنا معه واجلسنا معه في السماويات. شوفوا الفرق ايه يا حبايبي. الجزء الاول انا بالطبيعه، هل بالطبيعه احنا اولاد ايه؟ لكن الله أجل محبتي ورحمتي عمل إيه؟ أحيان وأقامنا وباركنا. وفي الآخر يقول في عدد 10، لأننا نحن عمله مخلوقين. النتيجة تبقى إيه بقى؟ اللي يبص لي يشوف فينا إيه؟ شوف عمل الله فينا. يقول فلان ده، ده أنا عارف فلان ده كان وحش قوي، يقول He was, but now he's different. God worked inside him. God made him. عملوا ايه؟ الكلمة هنا الأصلية هنا عملنا ايه؟ He made us ايه؟ عملنا ايه؟ أيقونة جميلة أصبحت. نحن عمله. ناقصة حاجة صغيرة هنا، كلمة صغيرة. He made us a beautiful icon. ربنا عملني أيقونة للخليقة بتاعته. يقولوا فلان صدقوني اخر حاجه هقولها لكم. كان فاكر كان ليا واحد صاحبي كان معايا في دفعتي، كان عنيف قوي عنيف. في يوم اتريقوا عليه، راح مسك الولد اللي اتريق عليه قعد يضربه لغايه ما كسر له رجله، صور له كسر له الفيمر بتاعه. عنيف. كانت مشكله وديناه المستشفى، وكان ايامنا مفيش نيلز ولا حاجه. ده اللي صار له الفيمر ده يقعد 6 مانس ولا 8 مانس في البلاستر. وبعدين نعمة ربنا في الموضوع ده تجريس البلاستر. وبقى قسيس بعد شوية. وبقى ملاك. هو بقى أب اعتراض الأب بكاروس بتاعنا اللي راح السماء. هو كان سن صغير ساعتها، كان سنه صغير قوي. كان أما مكاروس الرجل القديس ده بيعترف عند الولد، كان اسمه أمال، بقى بعد كده اسمه أبونا متى دلوقتي. قديس قديس، وكل ما أشوفه أقول له يا أمال أنت بتاع أمال بتاع زمان. يعني فاكر كان قد إيه أجريسيف وقد إيه دوارس، عارفين الأنجري بيرسون. وبقى فيري جنتل إنجل، يعني يقولوا عنه في هنا دلوقتي إنه ملاك الكنيسة في هنا هو. ربنا خده وخلاه أيقونة، أيقونة جميلة. ربنا عايز يعمل كده في حياتنا، هو اللي عايز. بس نقبل، بس نصدق، بس نسيبه يعمل كده. ليت أس ألاو هيم تو دو ذات. خلاص تعالوا كده نغمض عينينا بسرعة. أبونا يصلي لنا، أبونا ديفيد يصلي لنا. ممكن حد يطفي يا بنات الجنود اللي هناك ده؟ يس ذا لايت بيهايند سايد ديفيد. Thank you.
Hear us and pray to our Father who art in heaven and in earth.